سلام بنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت نبارطاجي معكم هذا الموديل كيف ما كتشوف في الصوره، اللي هو سهل للبنات جدا. المهم بالنسبه للالوان وداكشي غير عديت غير باللي عندي. نتوما غادي تطبقوه على حساب اللون ديال الجلابه ديالكم او على حساب اللبسه ديال اللون ديال اللبسه ديالكم. بالنسبه لهذاك العقيق الطويل حتى هو ما عنديش، استعملت غير العقيق اللي فيه نص سنتيم اللي في الموديل. لكن العقيق الطويل نتوما من احسن ديروا العقيق هذاك الطويل، راه كيتباع البنات الباكيه. مهم هاد التطبيق ديال هاد النبات راه سهل سهل جدا. نتمنى انه يعجبكم ونتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنساوش الى عجبكم ديروا لي جيم، والى ما عجبكمش ديروا لي جيم با. مهم شكرا بزاف على التتبع ديالكم وخليكم مع الفيديو، بداو على بركه الله. اول حاجه البنات غادي رسمت خط باش نوريكم، يعني باش زعما بحال غتبداو من الجنب ديال اللبسه ديالكم. غادي ندير هاد السيبوره هادي الصغيره، هي اول حاجه غنبدا بها. غادي نثبتها مزيان في الثوب، كيكونوا فيها واحد العوينات لتحت، هما فاش كندخل البره. وحاولوا انكم الخيط دوبلو باش كتبقى الخدمه ثابته ليكم. وغنجيب هاد السيبورات هادو بحال اللوزات، هادو البنات كيديروا 2 دراهم. غادي نحاول انني نثبتها على داك الشكل فوق من هذيك الصغيره، حتى هي البنات حاولوا تثبتوها مزيان باش ما تبقاش تململ ليكم. ولا كان عندكم بحال داك الموديل غادي ديروا فيه بزاف، حاولوا انكم تلصقوهم باللصقه الا كانت عندكم، الا ما كانش عندكم ثبتوهم غير بالبره والخيط. صافي، من بعد ما ثبتتهم غادي نجيب الزمرد وغادي نحاول انني ندور على ديك السيبوره اللي في الفيردو. غادي نحاول انني ندورها كامله. من بعد ما غندور هذاك الزمرد غنحاول نثبته. انا دي طريقه ديالي في التنبات، نحاول انني نثبت جميع الجوايه، يعني كندخل في العقيقه وعاد كندخل في الثوب. دابا غنجي قدام هذيك الحجره الصغيره، غندير وحده قدام حجره عقيقه وحده، ومن الجهه الاخرى غادي ندير عقيقه واحده. يعني انا كنطبق داكشي اللي شفت في هذاك الموديل، خاصني نديرو بحالو. من بعد البنات غنوريكم كيفاش ملصقين هذوك العقيقات. ساهلين كيف ما قلت لكم، حاولوا تاخذوا داك العقيق الطويل اللي بمره. انا درت 2 جوجات. كنجي كنحط الاولانيه كنديرها شويه طالعه، كندير 2 جوجات تحتانيين شويه هابطين على الوسطانيه، كتكون ديك الوسطانيه طالعه شويه على دوك الجوج كيف ما كيبان لينا في الموديل اللي في الصوره. صافي، وكندير الثانيه حتى هي الوسطانيه كتكون طالعه عليهم واحد شويه باش كيجي نفس النبات اللي عندنا في الموديل. وكندير حتى الجهه الاخرى، كندير مقابله مع العقيقه اللي درناها حدا ديك الحجيره. صافي، غادي ندير دابا يا ثاني من بعد ما كنبدا بالوسطانيه هي الاولى، عاد كندير الجناب وكيكونوا ملاصقين حدا بعضياتهم. كما كتشوفوا البنات راه ساهل وكيجي زوين في نفس الوقت كما كتشوفوا في الصوره ديال التطبيق اللي عندنا. نتمنى هذا الشكل هذا يعجبكم، وشكرا بزاف بزاف على التتبع ديالكم.